لله، بارك الله فيك، رمضان كريم، وتحية لفريق بالصحة العمل. والسلامة وباش شكرا بس من نسيان شكرا إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. لا يخفك. اليوم معك أستاذي غنتكلم على واحد الموضوع مهم جدا، بزاف ديال الناس كيقصرنوه مع الصيام اللي هو الرياضة، وبزاف الناس كيقول لك يبغيو يدققوا التغذية ديالهم في الشهر ديال رمضان، تيقول كنستغل رمضان باش نصاوب اللياقة البدنية ديالي، ندير سبور وناكل بطريقه اللي مزيانه. كاين الناس اللي كيقول لك لا، قبل من ديك قبل من المغرب نمشي نجري شي شويه، كتلقاه العام كله ما كيديرش السبور كيبغي يديرو في رمضان. كتطرح اسئله كثيره في هذا الاتجاه وعلى حساب التغذيه بطبيعه الحال. نعم فعلا اختي سكينه، فلما كيجي رمضان وفي رمضان فان شاء الله اليوم حديثنا غيكون ماشي على الرياضه بقدر ما هي الرياضه وعلاقتها بالتغذيه وعلاقتها برمضان، على اساس ان شاء الله من بعد عاد نديروا حلقه على الرياضه، لان كاين كثير ما يقال. احنا ليسونسيال عندنا هو اننا ننصح بعض الامور فيما يخص التعامل مع الرياضه في رمضان. اولا غادي نحاولوا نجاوبوا على بعض الاسئله اللي هي شنو نوعية الرياضة، وديما كنهضر انا على اقتراب رمضان لان الموضوع كبير. شنو نوعية الرياضة؟ شنو الفوائد ديال الرياضة في رمضان؟ يعني كيفاش خاصنا نديروا الرياضة وضوابط أخرى إن شاء الله. فأولا شنو هي الرياضة؟ أو خصنا نضبطوا المصطلح، أنا دائما أحب يعني ضبط المصطلحات، لأن في الفرنسية بعض المرات كتكون غادا مصطلحات غير هكا، ما في العربية كاين دقة كبيرة بزاف. كاين النشاط البدني وكاين الرياضة. الرياضة عندها علاقة تسكي بروفيسيونيل، النشاط البدني عندهم علاقة بليزاماتور، إنسان هاد أماتور بروفيسيونيل في حد ذاتها دارت لنا مشكل. علاش؟ لأن الإنسان فطر على الحركة. انا احبذ يعني انا تعمدت في العنوان نقولوا الرياضه، لكن احبذ النشاط البدني. علاش؟ شنو هو النشاط البدني؟ النشاط البدني لان غادي نشوفوا الفوائد ديال النشاط البدني ربما تفوق فوائد الرياضه، وبعد المره الرياضه تكون تضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه. ففعلا كاين الناس كيتسناو رمضان حتى يجي عاد كنبداو نمارسوا الرياضه. رياضة. أما الحركة، الحركة ماشي تقدر تكون الرياضة عندك أوبسيون. شنو معنات أوبسيون؟ كتزيدها ما تزيدهاش، إلا ما لقيتي لها الوقت ما لقيتيلهاش الوقت، هذه الرياضة. من النشاط البدني يعني بالنسبة لي أنا الرياضة سير لا سال دو سبور سير لهذه سير. أما النشاط البدني ماشي أوبسيون، النشاط البدني يضاهي في الأهمية ديالو التغذية والتنفس وهذه الأمور كاملة. وبالتالي شنو هي الرياضة؟ حنا في الجسم ديالنا عندنا كتل، عندنا كتلة العظم، كاين اللي عنده العظم خفيف، كاين اللي عنده العظم متوسط، كاين اللي عنده العظم ثقيل. عندنا السوائل وعندنا الكتلة العضلية. هذه الكتلة العضلية بالإضافة إلى الكتلة ديال كتلة الشحم اللي كاينة في الجسم، وهي من أجل الوقاية وعندها دور كبير بزاف. تبقى إنسان ضعيف في 50 و 52 كيلو راه عنده كتلة ديال الشحم على الأقل الخلايا الدهنية. بالنسبة للرياضة، الرياضة أو الحركة بالضبط كتعتمد وعندها فائدة ماشي غير على العضلة، وهذه النقطة اللي بغيت الناس يفهموا. كل الخلايا تحتاج الحركة. علاش؟ حنا في هاد السوائل اللي عندنا في الجسم، وهاد المعلومات هادي قلما كنسمعوها في فوائد الرياضة، وبغيت أنا المستمعين يعرفوها، لأن الفوائد ديال الرياضة كلشي كيعرفها، مي لا بلوبار ما كيطبقش. باش نكونوا صريحين، عندنا لا سيدونتاريتي بزاف، ارتبطنا بالكرسي بزاف، بالكرسي ديال السيارة، بالكرسي ديال البيرو، بالدار، يعني عندنا ارتباط بزاف، ما بقيناش كنتحركوا. فاحنا عندنا في الجسم سوائل، عندنا السائل اللي هو يضاهي بل وأهم من الدم. إذا كان الدم 25% يعني ربع السوائل في الجسم، الجهاز اللمفاوي 75%. وبالتالي الرياضة والحركة بالخصوص هي عبارة عن واحد حركة ديال الجسم كامل، لا طاقيا ولا بيولوجيا ولا فيزيولوجيا، أهمها الجهاز اللمفاوي. أنا كنهضر في رمضان، من غير رمضان كاين أشياء كثيرة خصنا أسبوع باش نهضرو فيها، مي أنا غادي نحاول نكون مختصر.
فالجهاز اللمفاوي علاش؟ لانه وحنا صايمين تقبل الله الجسم يحاول ايصال السموم واخراج السموم ليزيمونكتوار. ليزيمونكتوار هو الابواب، الكلية، الرئة، امعاء والجلد والانثى عند الدورة الشهرية. هادو هما ليزيمونكتوار، الابواب. الكبد ما دخلش في ليزيمونكتوار لان ما عندوش علاقة بالعالم الخارجي. فانت ملي كتكون صايم وتتحرك تساعد الجهاز اللمفاوي على ايصال السموم الى الابواب، شيء جميل جدا. هذه الاولى. ثانيا حنا ملي كنصومو، شو سبحان الله العظيم، دابا الانسان ما كيخلي ما يدير باش ينقص الوزن، وعنده مسائل بسيطه الى فهمها يضبط الوزن، ماشي كينقص الوزن، يضبط الوزن. داكشي علاش رمضان يضبط الوزن. علاش؟ حنا الخلايا الدهنية اللي عندنا في الجسم ديالنا، انت عندك الوزن زايد عندك خلايا دهنية، الخلايا الدهنية عندنا الخلايا البيضاء والخلايا السمراء. الخلايا البيضاء لا تحرق، الجسم ما كيقدرش يحرقها، ما كتحرقش، خاصها تتحول الخلايا السمراء. هذيك الخلايا السمراء علاش سميتها السمراء؟ لان عندها المتقدرات، عندها الموتور، عندها المحرك. تصور انت عندك السيارة كيف ما كانت الا ما عندكش المحرك شي ما درتي. دونك المحرك الخلية عندنا احنا هما لي ميتوكوندري، هما المتقدرات اللي كيستهلكوا الاي تي بي. الاي تي بي ماشي هو الطاقة، الاي تي بي هو الحطب. حنا الجسم ديالنا كيف ما انت مثلا ايام البرد عندك الحطب، الجسم ديالنا عنده الحطب باش كيشعل الطاقة، سميتو الادينوزين تريفوسفات. الوغ هذا حرق الطاقة يعتمد على واحد المعدل يسمى بمعدل الحرق. شنو هو معدل الحرق؟ انت كإنسان بالغ مثلا ذكر كتحرق 1600، الأنثى كتحرق 1400. فأنت لما كتصوم تحول الخلايا الدهنية البيضاء إلى خلايا سمراء قابلة للحرق وقابلة للاستعمال. أروع ما يمكن أنه يضبطنا الوزن، عقلوا عليها، هو هذا الصيام. أكثر من هكا، أننا مي كيكون عندنا الصيام وكنزيدوا النشاط البدني، وأنا كنقول النشاط البدني عند الصيام ماشي هو وزن الساكي قبل الفطور أو لورا الفطور أو لورا العشاء، ونمشي أنا لصال دو سبور وهي مسدودة ونقول راني كندير رياضة تضر جسمك من حيث أردت أن تنفع. ف جسمنا كيرفع معدل الحرق وكيحول الخلايا الدهنية السمراء إلى البيضاء إلى السمراء بسبب معدل الحرق اللي يطلع بالصيام. معدل الحرق من كيطلع بالصيام وكتزيد عليه الحركة، لا مارش، الله سبحانه وتعالى قال مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بالمناسبة باش نكون دقيق في المعلومات، الرياضة ولا مارش سواء كتجري أو لا مارش، الطابي غولون راه ماشي هو لا ناتور، باش هادي نكونوا عاطين. الطابي غولون ما كيخدملكش لي سونتر ديكيليبغ، وبعض المرات كيكون قلة الأكسجين. وباغ ديفينيسيون النشاط البدني يجب أن يكون في وجود أكسجين اللي هو بيور. وهنا كنادي أن المسؤولين خليونا لي زيسباس فيغ، خليونا المناطق الخضراء، يخرجوا الناس يتمشاو فيهم. كاين بعض المدن فيها تجارب جميلة بزاف، يعني روعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فهذا الشيء علاش بالنسبة لي أنايا الحركة في وجود أكسجين اللي هو أكسجين بيور، هذه هي الحركة الحقيقية. لأن الحركة في غياب الأكسجين كتعطينا تخمرات والجسم دغيا كيعيا. هذا من جهة معدل الحرق ومن جهة إنقاص الوزن. أكثر من هذا هو أن الصيام يزيل السموم الدماغ، وبالتالي يرفع المعنويات وكيولي عندك المورال زوين، بالإضافة إلى أن الحركة في حد ذاتها ترفع لادوز اللي هي الدوبامين، الأوكسيتوسين، السيروتونين، وتركيز عالي من الأندورفين. لما كتحرك لامارش كيطلع لك الأندورفين، والأندورفين راه ما كيتباعش في لافارماسي، أحسن أنتي ديبريسور. هو داك الشيء ملي كتمشي أنت كدوش وكتحس براسك بواحد الراحة، هذاك سي الأندورفين، تأثير ديال الأندورفين على المستقبلات ديالها. أكثر من هكا، احنا عندنا العضلات، وبالمناسبة
باش ما انا كنهضر يعني بعض المرات كيكون هذه المساله ديال الكمال بدا كمال الاجسام من هذا المصطلح. انا دائما احاول ان ادقق في مصطلحات اللغه العربيه لان قريت عند اساتذه الله يجزيهم بخير دائما يعني انا ماشي كنقول هذه ولكن على الاقل عندنا واحد العنايه باللغه العربيه لان الاب ديالي انا استاذ اللغه العربيه وقريت عند اساتذه الله يجزيهم بخير عندهم واحد العنايه كبيره باللغه العربيه. اللغه العربيه خصنا ندققوا المصطلح كنقولوا كمال الاجسام كمال لله مع مركة أتوصل للكمال. وبالمناسبة حجم العضلة ما عندوش ماشي كريتير وانا كنقولها الناس وعقلوا عليها مزيان حجم العضلة ماشي كريتير ديال جودة العضلة. علاش؟ لأنه هو مظهر للعضلة لأن العضلة كتحتاج ثلاثة ديال لي كريتير شناهما لا فورس القوة لونديرونس القدرة ولا سوبلس المرونة. علاش خص هذا الشيء؟ لأن الحركة انت في رمضان علاش فائدة كبيرة على شنو؟ على الألياف اللي كاينين في العضلة سميتهم الأكتين والميوزين. انت ملي كتحرك ويتقطع فيك اللحم الخدمة الكالسيوم تكون حمض اللاكتيك هذيك تقطع فيها اللحم هو حمض اللاكتيك باقي ما عندوش لو طو ديال لوندورفين قدو فتولي واحد اسبوع ما كيبقاش يتقطع فيك اللحم. علاش؟ لان لوندورفين هو اللي كيحيدنا داك لا دولور ديال حمض اللاكتيك ولا الحمض اللبني. فكاينين الياف في العضله اكتينوميوزين اليوم غدا بعدو وبالمناسبه راحه العضله وسعاده العضله في الحركه ديالها. عرفتوا اسوء ما كاين في العضله هو الجلوس وعدو الجلوس هو وعدو القلب هو الجلوس لان القلب شوف القلب نسيج ديالو عضلي ميوكارد وعاد كاين علم سميتو لاميولوجي هو علم العضله. فالقلب السعاده ديالو في الحركه ديالو راه هو الا سكت راه صافي مشى الانسان وبالتالي السعاده ديالو في الحركه ديالو. هاد اللي فيه ديال الاكتين والميوزين اول ما كدير لا مارش والنشاط البدني في رمضان انه كيعطينا قوه العضله. النقطه الاولى انا هضرت على الدماغ هضرت على المزاج هضرت دابا كنهضر على العضله. ثانيا وهذا اروع شيء وشفتوه في رمضان ثقوا بيا باللي خصنا احنا واحد التوازن بين الكتلة العضلية والكتلة العظم. الحركة في رمضان والنشاط البدني في رمضان كيخليك أن المفاصل ديالك تولي عندها القدرة أنها تحمل الكتلة العضلية ديالك. حيت شحال من واحد عنده آلم في المفاصل. علاش؟ لأن ما كاينش توازن ما كاينش تناسق بين الكتلة العضلية والكتلة ديال الشحم والمفاصل. يعني بالدارجة المفاصل ديالك ما قادرينش يهزوك. الحركة شنو كدير على غرار الرياضه وسير وهذه لا هي الحركه شنو كدير. نعطيكم مثال اللي كنعطيه ديما مثال حسن الموضوع كبير مثال ديال حبات الرمل. الا مشيتي للبحر وعمرتي واحد القرعه بحبات الرمل وبغيتي تزيد تعمرها كتبدا تدكها. باش كندكوها؟ كنحركوها. هذيك الحركه تخيلوا معايا نتوما يا الخلايا ديال العظم لي زوستيوكلاست اي لي زوستيوبلاست الوغ لان عندنا خلايا كتبني العظم وخلايا كتهدم خلايا كتبني وخلايا كتهدم. هذوك الكثافه ديال العظم كيتزاد بالحركه بلا فيبراسيون لان العظم خصو واحد الحركه هذيك لا فيبراسيون خصو. علاش؟ باش الخلايا كياخذوا بلاصتهم من حيث المساحه وكتولي عندك كثافه في العظم بل واكثر كتولي عندك مرونه في العظم. راه شحال كنقلبوا على المرونه في العضله والكثافه في العظم وكننساو مرونه العضله وكننساو مرونه العظم لان العظم حتى هو خصو مرونه. لا قدر الله الا طحتي شي شوك على الاقل راه كيتحرك شويه ما كيتهرش. هذه بحال عود الا خديتي عود طري عود ديال الشجره خذ واحد رطيله عود الا كان يابس ودورتيه غيتهرس. بالحق الا كان خضر واخا تدورو ما كيتهرش. هكا كيكون العظم القوه ديال العظم. راه شوف واخا تاخذ العود كيف ما خديتيه الا ما كانش عنده المرونه غيتهرس. هكا عاوتاني العظم ديالنا داير بحال داك العود. بالمناسبه راه كيصاوبوا دابا بعض في العالم كيصاوبوا عظام اصطناعيه من الشجره من العود باش تعرفوا هادي. دونك المساله الاخرى وهي المساله اللي هي جميله جدا ورائعه جدا فيما يخص التعامل مع يعني العظم ومع العضله هو واحد العضو اللي قلما كنسمعوه وانا كنتحدى بزاف الناس
يكونوا عارفين هذا العضو ماشي يعني من حيث المعلومات، الكم ديال المعلومات اللي عليه واللي بزاف الناس هاملينه هذا العضو هذا. دابا الا سولتي شي واحد قلتي له واش كتعرف الكبد؟ يعرف الكبد. واش كتعرف الكيلي؟ يعرف الكيلي. واش كيعرف الدماغ؟ ولكن لو فاسيا شنو هي لو فاسيا؟ مع العلم ان عضو قائم بذاته. لو فاسيا هي الشبكه اللي شاده الجسم، الجسم عنده واحد الشبكه شاده جامعه. اهم حاجه لهاد الشبكه اللي شاده الجسم، دخلوا ديك الساعه ميسالي البرنامج وديروا ريغيرش ايماج وكتبوا لو فاسيا وغتشوفوا شنو هي الاهميه ديالو عند الناس اللي عندهم المفاصل، الناس اللي عندهم امراض المفاصل، الناس اللي عندهم فيبروميالجي، الناس اللي عندهم لو فاسيا. الوغ الحركه النشاط البدني في رمضان كيحرك لنا لو فاسيا. اذا جيت نهضر على الفوائد ففوائد كثير اكثر من هكا. العرق ديالنا واش ما كتشوفوش اللون ديالو؟ بعض المرات كتكون لابس بودي بيض كيبان لك اللون بيض، شي بودي كحل كيبان لك اللون بيض. العرق كيخرج نسبه الصوديوم الزائد، كيخرج نسبه الكالسيوم الزائد، كيخرج حمض اللاكتيك الزائد. وحنا كنعرفوا كنا بلي دائما كنقول انا الكليه الثالثه هي الجلد. هذوما خلال رمضان. شنو نوعيات الرياضه اللي خصنا نمارسوا في رمضان؟ هذه هي اهم حاجه، الرياضه اللي خاصها تمارسوا. عندها قوانين الرياضه كتقول ولا النشاط البدني؟ اولا النشاط البدني حيت الرياضه شنو هي؟ هساكك وسلسال دو سبور او لها الساكك وخرج. النشاط البدني عندي انا شخصيا هو تحرك، كون هنايا كون خفيف، مشي حتى شي واحد شي حاجه في المنزل، الزوجه للزوج الاب الام، هذا هو النشاط البدني. هذا هو النشاط البدني، ماشي عاوتاني النشاط البدني ديال النهار كامل في الكوزينه. هذاك راه كيدير غدا والي، كيدير غدا والي وكنصوبو هذي، وكتبقى المراه مسكينه النهار كامل واقفه في الكوزينه وفي الاخر يعني شنو كنصوبو؟ انا ما كنهضرش على كل شيء، من الله اعلم. ما هذا رمضان ما جاش باش المراه تجلس في الكوزينه النهار كامل، استسمح. واخا رمضان جا باش ترتاح للمراه، كاين صوبو الشهيوات ولكن ماشي بهذا الاسلوب، ماشي بهذه الطريقه هذه. واخا دونك حنا بالنسبه لنا الرياضه في رمضان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حنا شخصيا كاين رياضات اللي كنزولوها دائما في العام، في العام دائما عندنا جوج ثلاثه الحصص في الاسبوع ديال كل واحد. كاين من غير انك نشيط، كاين الرياضات مثلا ديال القاعات، مثلا الانسان كيلعب كره، مثلا كيلعب هوم، كيلعب باسكيت، كيلعب هذه. كاينين الدوريات الرمضانيه هادو كيديروهم يعني الاخوان، وانا شخصيا انا من الناس اللي احبذ هذه الرياضه هذه، وكيعجبني هذا الشيء اللي كيديروه الشباب ديالنا. وانا من واحد اللي اعشق المشاركه في الدوريات، واللي كيكون مستوى طالع بزاف، لان من هنا كيخرجوا، انا كنقول الناس من هنا كيخرجوا النقيلات، كنقولوا النقيلات البيبينير ديال لي تكنيسيان في كره القدم. سيروا لهاد الدوريات الرمضانيه وغتشوفوا العجب العجاب. وانا شخصيا احبذ دائما شخصيا يعني كتعجبني انا المشاركه في هذه الدوريات، على جنب كيكون حماس، كيكون بزاف ديال الامور. فهذه علاش المشاركه؟ لان حنا كنزولوا هذه الرياضه هذه كنزولوا على طول العام، على طول العام كتلقى جوج ثلاثه الحصات هذه فيما يخص ممارسه الرياضه، نوع من الرياضه. كاين اللي كيدير كره القدم، كاين اللي كيدير الهوند، كاين اللي كيدير الفوت، كاين اللي كيدير الفولي، كاين اللي كيمشي للبحر، كاين اللي كيدير السباحه. كاين الناس اللي كيمشيو، الناس كنعرف انا الشباب اصدقاء مالوغوزمون كاينش الوقت باش انا ما يعني بحكم الوقت اللي كيكونوا فيهما راه كيمشيو كيمارسوا السباحه في شهر واحد، شهر جوج، شهر ثلاثه، اللي كيكون ماء دافئ، وهذا جيد جدا. مي النشاط اليومي مهم جدا انه يكون عندك خلال رمضان. فانا دائما كنقول قانون ديال الرياضه، ما عمرك دير الرياضه دانسولكو، الا تا كيجي رمضان عاد كدير الرياضه هذه اوبسيون. القانون ديال الرياضه كيقول لا بروغريسيفيتي، التدرج. وهذيك المساله ديال لبس لامبيرميابل ونخرج قبل الفطور، انا كنشوف انايا لا بليبار الناس كيجريو قبل الفطور. الرياضه عندها توقيت في لا كرونوبيولوجي، في لو ريتم سيركاديان. الصباح بكري يعني غالبا يعني الناس ما كاين، الوغ العشيه كذلك ورا صلاه العصر. الا فتنا المغرب جسمنا كيتبرمج على النوم، ما يمكنناش نمارسوا الرياضه لان الرياضه كتطلع لنا الادرينالين والكورتيزون، وما يمكنناش يطلعوا لنا الميلاتونين والفالونتونين والسيتميتوكسي هرمون اللي هما الهرمونات ديال النوم. غادي تفسد النوم ديالك الا درتي الرياضه في الليل. احسن رياضه هي النشاط اليومي في الدار والحركه، لا مارش، نتمشاو، ويكون من بعد العصر. كاين الانسان لما يتسحر يعني ويصلي
يخرج في ذاك الوقت كيكون غاز الأوزون، يعني الله سبحانه وتعالى قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس لا مرش. وبالنسبة للفاسيا، بالنسبة للميتابوليزم دو باز، بالنسبة للحركة كاملة، التراويح أقلع عليها، صلاة التراويح، الصلوات وصلاة التراويح، وطولوا في السجود وطولوا في الركوع. علاش؟ لأن يعني الفاسيا كتخدم في ذاك اللحظة، كتخدم المرونة دي العضلة، كتخدم الضغط على المفاصل، والمفاصل لما كيوقع لها الضغط والرياضة تخضع لواحد القانون كتسمى لالوا دوغميز. علاش الناس ما كيبغيوش لا مارش بزاف؟ لأن كتخرجك من لازون ديال لو كونفور. مي نهار تولف دير لا مارش، تولي تسمح في أشياء اللي كتبان لك أنت أساسية وتمشي دير لا مارش. لكن لا مارش ماشي أوبسيون. المكان وسط الطبيعة، الزمن الصباح بكري أو في العشية وراء العصر وقبل يعني المغرب، قبل المغرب يعني تكون وراء العصر، ماشي ضروري جوست قبل المغرب، تكون وراء العصر، والطريقة تكون لامارش. زائد بالنسبة للتغذية اللي كان هضروا عليها من بعد الإفطار ووجبة ديال السحور، وصلاة التراويح، شي لامارش خفيفة في مكان زوين زائد صلاة التراويح هي رياضة المسلم خلال شهر رمضان. مرحبا. وحنا اكيد استاذي كنشكرك على كل هذه المعلومات، ومشكور جزيل الشكر بطبيعه الحال.